يسعد نهاركم. دعوة من المجلس الوطني للصحة: احمي نفسك واحمي الآخرين من فيروس الكورونا. ما يجب أن تعرفه عن فيروس الكورونا: نحن الآن في منتصف وخضم وباء خطير، يطبق لذلك يطبق التقليل من خطر انتشار العدوى. لذلك يطلب المجلس الوطني للصحة من الجميع اتباع هذه النصائح. إذا كنت بصحة جيدة، ماذا يجب عليك أن تفعل؟ تجنب الاتصال غير الضروري، واطلب من الآخرين الأخذ بعين الاعتبار والانتباه. هل كنت قريبا من شخص يظهر عليه علامات الإصابة بفيروس الكورونا؟ إذن قم بإيلاء اهتمام إضافي لأعراضك. اعتني بأحبائك وأقربائك، ولا سيما ممن هم معرضين للخطر وبشكل خاص، وافعل ذلك عن بعد. إذا كان لديك أعراض، ماذا يجب أن تفعل؟ إذا كان لديك علامات المرض، ماذا يجب أن تفعل؟ ابقى في المنزل لمدة يومين حتى تنتهي الأعراض. ابتعد عن الآخرين في المنزل، وابقى بالفراش إلى أقصى حد ممكن. كن حذرا مع النظافة الشخصية، ولا سيما التنظيف. كن حذرا مع النظافة الشخصية ومع التنظيف. احصل على الآخرين لمساعدتك بمشترياتك، والبقاء على اتصال عبر الهاتف. إذا واجهت أو عانيت تفاقم في الأعراض، ماذا تفعل؟ إذا واجهت تفاقم في الأعراض، قد تكون حمى أو درجة حرارة مرتفعة أو مشاكل في التنفس وصعوبة، اتصل بالطبيب. احمي نفسك كي تحمي الآخرين، وهناك رابطين من الإيميل يجب عليك أن تكتب عبر هذه الروابط. شكرا لكم.